الدوسري في حال الارتداد يلعبون بالخمسة بالنسبة للخلود. تلعب الكرة عبد الله حسون هنا الرأسية جول. لدغة المهاجم لدغة دياني يظهر السنغالي ويعطي التقدم للقادسية يعطي التقدم للقادسية. الرقم 9 يظهر الآن في الدقيقة 24 دياني 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 يفرح أنصار القادسية. الله على العرضية وبعد ذلك يرتقي الرقم 9 يرتقي السنغالي يرتقي دياني. هنا العرضية هنا الرأسية. الله 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 يا دياني. رأسية دياني تعطي التقدم للقادسية للقادسية. الله على الرأسية يا دياني. إذن 1 مقابل لا شيء. كاريو بشكل مثالي. الله على الصناعة عبد الله حسون فيتو جول. لوسيانو فيتو الأرجنتيني يتقدم بثاني الأهداف للقادسية. بنو قادس يتقدمون. فرسان الشرقية يتقدمون بثاني الأهداف. وعن طريق فيتو عن طريق ابن التانكو بعد الكرة المميزة من الثعبان كاريو لتصل لعبد الله حسون اللي لعب الكرة بشكل مثالي. شاهد معي الله على كاريو بعد ذلك عبد الله حسون ثم الاستلام من ابن التانكو من لوسيانو فيتو اللي أسكن الكرة وأعلن تقدم فرسان الشرقية عن طريق لوسيانو فيتو. الرقم 28 يتقدم القادسية بثاني الأهداف. إذن القادسية يسجل. لوسيانو يترك مكان الآن يترك مكان الآن لوسيانو فيتو.